يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وهنا الإخلاص لله تبارك وتعالى يأتي بالفطرة، بالفطرة لا يملك الإنسان إلا أن يدعو الله تبارك وتعالى، ولكن المنحرفين كما قلنا حتى هذه أفسدها عليهم الشيطان والعياذ بالله، فصاروا يلجؤون إلى غير الله تبارك وتعالى: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذه دعوة الآن، هذه دعوة: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، هذا وعد. وآية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف.